مشاهدينا، وللحديث عن التطورات الأمنية في ديالى بعد انتهاء المهلة التي أعطاها رئيس الحكومة لاستعادة الأمن بالمحافظة وتقديم المتورطين بالجرائم الأخيرة للمحاسبة، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. انقضى أسبوعا المهلة التي منحها السوداني للقيادات والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى، انقضى هذا الأسبوعين ولم يرى السكان أي نتائج تذكر، ولم يعلن أي أصلا عن القبض عن المتورطين في المجازر والاغتيالات التي سمعنا عنها ورأيناها بأم عيوننا في الإعلام. بعد هذا الأسبوعين ما الذي سيجري؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أخي الكريم، هو البناء الهش للعملية السياسية والسماح بتعدد مراكز القوى وانتشار السلاح المنفلت هو المسيطر على الساحة العراقية، وما يظهر في الإعلام من قوة ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة، وإنه قد أصدر الأوامر لاتجاه القوات الأمنية في ديالى، كل ذلك للاستهلاك المحلي والإعلامي. ولكن الحقيقة إن هناك مراكز قوى ميليشياوية هي تعتبر أقوى من الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة، وهي التي تفرض سطوتها في المنطقة. لذلك لم يتخذ القرارات الحقيقية لمنع هؤلاء أصحاب السلاح المنفلت أو احتجازهم أو حلهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى، وإدخال قوات مسلحة حقيقية تمثل مثلا المنظومة الأمنية الحقيقية للجيش والشرطة للسيطرة على هذه الأوضاع. لذلك خلال هذه الأسبوعين المهلة التي أعطاها السوداني، والتي كان المواطنون يحسبون بأنها يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، ولكن مع الأسف لم يظهر أي نتيجة لها كما قلنا بسبب سطوة الميليشيات على الواقع في محافظة ديالى وفي كثير من المحافظات العراقية. طيب، يعني في ذات الوقت دكتور، يعني لماذا لم تشهد ديالى بعد هذا الفشل الأمني الذي شهدناه إقالات أو استقالات على مستوى مجلس المحافظة أو القيادات الأمنية القيادات العسكرية، رغم أنه تقليد متبع في الدول بعد فشل أمني بعد فشل اقتصادي تقوم القيادات أو الوزراء أو المسؤولين بالاستقالة نتيجة لهذا الفشل؟ هذا يجري في الدول التي تكون إداراتها وقياداتها تحترم نفسها وتحترم شعبها، ولم تكن أداة بيد مصادر أو قرارات خارجية. لذلك ما تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة هي غير قادرة على تنفيذ أي من قراراتها في ظل وجود هذه الميليشيات التي تأتمر بأوامر خارجية. لذلك نحن أمام مشكلة كبيرة في العراق من سيطرة السلاح المنفلت وهذه الميليشيات، ولذلك هذه القرارات حتى وإن صدرت سوف تنقض بعد ساعات من خلال وجود قياديين في هذه الكتل السياسية من أصحاب الميليشيات الذين ينقضون قرار رئيس الوزراء أو القائد العام. لذلك لا فائدة من هذه القرارات مطلقا، ولا يمكن أن نتوخى من أولئك الذين بالسيطرة على محافظة ديالى بتهجير سكان وفق إرادات خارجية أن يقدموا استقالاتهم، أو إنهم لم يقوموا بهذه المجازر أو هذا الفشل الأمني بمجرد عمل خاطئ. لا، وإنما هناك خطط منهجية مدروسة لعملية السيطرة على محافظة ديالى وتهجير سكانها. إذن هناك فعلا اتهامات لشخصيات متنفذة من الميليشيات والأحزاب بالوقوف وراء هذا التراخي بالجهد الأمني بل السيطرة عليه من أجل ترسيخ الإفلات من العقاب. حتما أستاذي العزيز، يجب أن يكون هناك قرارات تكون حاسمة وتتخذ فوريا في مصادرة السلاح المنفلت والوقوف على ما يجري من خروقات أمنية سواء في ديالى أو في غيرها، من أجل أن تؤكد الدولة أو السلطة بأنها موجودة. ولكن نحن أمام وضع في العراق هو أن الميليشيات هي المسيطرة وهي صاحبة القرار وهي من تقرر. لذلك نسمع هؤلاء السكان
المدنيين العزل أن يأتي شخص ليهددهم أو يقول لهم إنها هذه الأرض هي أرضه، مجرد هي هذه تنفيذ لبرامج لترحيل هؤلاء عن ديارهم. طيب يعني دكتور، هنا هذا السيناريو الذي أخذ يتكرر في مناطق في بغداد واليوم في محافظة ديالى، سكان حي القاطون تأتيهم تهديدات من قبل شخص يدعي أنه يملك هذه الأراضي، هذا الشخص تدعم ميليشيات وأحزاب وجهات متنفذة، يعني إلى أي مدى سيستمر هذا التغيير الديمغرافي في مناطق محددة من العراق ومحافظات بعينها وتستمر عملية التهجير؟ هذا مستمر في غياب العدالة وغياب القضاء وفي غياب أيضا القوة الأمنية المسيطرة على هذه المناطق أو هذه الأرض. لذلك ما دام العملية السياسية لا تفرز إلا هذه الوجوه منذ عام 2003 ولحد الآن، فنحن أمام منحدر خطير حقيقة، لربما يهوي بالبلاد إلى حالة من الفوضى بأكبر مما كان سابقا بسبب هذه الإجراءات التي تستهدف مكون واحد في سبيل السيطرة على أراضيهم ونقلهم إلى خارج مناطقهم، وكل ذلك هو وفق مخطط ممنهج ومدروس، ولكن الحكومة غير قادرة على مجابهة هذا المخطط حتى وإن ادعت، وذلك لأنها جزء من هذه المنظومة التي عشعشت ونشأت في ظل تواجدها. هؤلاء كلهم موجودين منذ عام 2003 هذه الحكومة بكل شخوصها، لذلك هم من أنشأوا هذه الميليشيات بمباركات خارجية، وهم غير قادرين على الوقوف بوجهها لأنهم يعرفون إنها تدين بالولاء للخارج وإنها تنفذ مخطط على حساب الوطن وعلى حساب النسيج. نعم. المجتمع الوطني العراقي. النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلك يقول أن الأحداث الأمنية والخروقات التي وقعت في الأسابيع الماضية يتم ربطها اليوم بالمشاكل العشائرية، لماذا يتم الربط والتحايل عليها بهذه الطريقة؟ هو يقول غير صحيحة. طبعا هو هذا الكلام هو غير صحيح مطلقا، لا توجد أي مشاكل عشائرية لا في ديالى ولا في غيرها. وإن شعبنا هو شعب مسالم يعيش منذ آلاف السنين جنبا إلى جنب في أراضيه وفي سكناه، ولذلك هذه تتخذ هذه الذريعة من أجل السرقات ومن أجل السيطرة على هذه الأراضي من أجل تنفيذ ما قلنا وكررناه إنه مخطط. لذلك هم في سبيل أن يعطون الصورة للرأي العام العالمي بأن هذه ليست عملية تهجير وإنما هي عملية سيطرة على أراضي تعود إلى فلان أو تعود إلى كذا أو وفق هذه التهديدات، يريدون أن يعطون مبررات بعيدا عن المبررات الطائفية التي يعملون عليها منذ عام 2003. دكتور رفق، هذه الصورة المقلقة عن محافظة ديالى وما يتعرض له السكان في كل يوم، إلى أي مدى أصبح طلب الحماية الدولية مطلب شعبي لإنقاذ المدنيين في ديالى بعد تخلي الأمم المتحدة عن حمايتهم ويعني كشف ما يتعرضون له؟ مطلب الحماية الدولية يجب أن يقدم بشكل كبير من قبل جماهير شعبنا ومنظماته وفعالياته، وأصبح أعتقد ومن الضرورة القصوى في ظل غياب الإرادة الحكومية، إذا كانت هناك إرادة تريد التغيير وتريد أن تقيم وطن يسوده الأمن والاستقرار. لذلك لم يبقى أمام مجتمعنا إلا الحماية الدولية من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذه الدماء التي ترتكب بحقها المجازر، وخصوصا في محافظة ديالى وبشكل مستمر، ولا نكاد نخلص من مجزرة إلا تبتدئ مجزرة أخرى تحت مسميات وتحت عناوين قد تقيمها هذه الميليشيات من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل، شكرا جزيلا لوجودك معنا.